بس اللي الخلافات اليوم داخل البيت السني خلافات على منصب رئيس البرلمان دخلوها بقانون العفو. بعض هذه الجهات اللي اعترضت تقول انه تعرف اذا انقر قانون العفو العام راح تحصل مشاكل في محافظاتنا، شنو هذه المشاكل؟ لا شوف، اكو ناس تتواعد هسه حاليا، اكو ناس في انتظار من قتلوا ابنائهم، يعني اليوم اذا هو يعرفونه وشايفينه وعليه شهود هو قام بارتكاب جريمه قتل، صح عند القضاء ما اعترف، ربما صح اذا حققوا مع القضاء والقوات الامنيه، بس لكن هم جزء عشائريا يعرفون انه هذا ابنهم انقتل على ايد هذا الارهابي، هذا اذا طلع راح يصير ربما يجي واحد يطس بطلقه وخليه يولي، هذا اللي راح يصير واحنا نتوقعها راح يصير، راح نتوقعها بدال ما ينفذ بحكم الاعدام وهالضجه هذه وهالخبصه هذه وسووا ضجه على رئيس الجمهوريه وعلى القضاء وعلى الاطار وشلون تنفيذ حكم الاعدام، لا باكر خليه يطلعون، شوف هم العشائر راح تصفيهم لان هذول دواعش قتلوا العالم، ذوي الشهداء راح يشوفون من قتل ابنائهم امام نظرهم يتجول كيف راح يتحمل، اللي رايح له بيته اللي متدمر له يعني كيف هذول راح هذا، لكن انا اقول لك اياها استاذ العزيز، شوف واحده من النقاط اللي مفروضه على بعض القيادات السنيه هي تركيا، هي اللي فارضه على بعض القيادات السنيه على قانون العفو، انا اقول لك اياها ليش؟ الجانب اللي مع تركيا هو الاكثر واحد قاعد يطالب بقانون العفو.